تعجبني اللي طالعني الان. اوعدكم متعه راح تستمتعها في هذه السلسله اللي تبدا من اللحظه اللي انت قاعد تشوفني عايز المشاهد. اول شيء معاكم احمد او شونكس بونك صاحب قناه على اليوتيوب يبغى يوصل 7 مليون باذن المولى. معاك يا عايز المشاهد راح نوصلها. الفتره الاخيره قاعدين نحرق مقاطع قويه وكل هذا عشان كلامكم الطيب يحفزني اكثر وتفاعلكم وحماسك معاي ترى يفرق معاي مره. اليوم سلسله جديده. هذه سلسلة راح تتكون من 4 حلقات وممكن أكثر. راح أستضيف معاي يوتيوبر أظهر لكم بعض الأسماء قدامكم. السلسلة هذه فكرتها بكل اختصار راح أحط أيادي العيال على الطاولة وراح أجيب لهم أشياء ما راح أحرقها ولا راح أقولها. راح تشوفونها بكل حلقة ناس جدد وأشياء جديدة. راح تكون في جوائز ضخمة لأول مرة بالقناة وتعرفون حطيت جائزة ما هي بأي جائزة للفائز بالبطولة المقامة هذه من 4 حلقات. كل حلقة بيكون عندي متشاركين جدد راح نشوفهم الآن مع بعض. تأكد عزيزي المشاهد إنك ضغط علامة اللايك ومشترك بالقناة وظهرت لكم نسبة المشتركين والغير مشتركين. إذا أنت جديد لا تفوت المتعة فعل الجرس ويسمي بالله النادي الضيوف. نبدأ يا جماعة الخير الآن بدخول المشاركين في الحلقة الأولى. بسم الله يلا. طيبة يا شباب جايزة تسوى مغطي عيوني اكيد بخاف. لا تخاف ما نبدأ ما تفتح عيونك. ايوه ممتاز شغلنا سيدة احنا ما عندنا يمين يسار. المسابقة الأخير انتظرك ترى هم يدرون يا جماعة مين مقابل مين ففي المقطع بيبانون البعض. من هنا المسابقة الأخير اللي أنا أراهن عليه أراهن عليه يا جماعة أنه هو اللي بيكون بطل السلسلة هذه. بعد الثلاثة تشيلون كماماتكم وتشوفون بعض. جاهزين؟ جاهزين. 1 2 3 شوفوا بعض. اسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين راح تبدا سلسلتنا من اللحظه هذه. كلكم تعرفون شرحتها لكم اللحظه اللي تحطون يدكم فيها على البصمه هذه. في ناس تراقب ورا والكاميرات شغاله. ترتفع يدك عن الطاوله تطلع برا. واحده عادي ولا ممنوع؟ الثنتين يدك ما تنشال. البصمه ملصق على يد الانسان. اذا انت ما انت انسان مشكله ثانيه فخليه يدك على البصمه. جاهزين؟ ما عدمتي ولا شيء عن فكره. ممتاز. الفكره اللي فيها شبج على الطاوله كل اللي عليك ترفع يدك. اخر واحد يشيل يده بالطاوله يفوز. طيب يد واحده اشيل عادي. ممنوع. ثنتين ممنوع. ثنتين احمد ثنتين. طب صبر احمد. احمد انا عندي تعليق والله. طب الحين جايب مود صغير ليش؟ لانه هو اللي انا راهن عليه انه بطل الحلقه. مود صغير انت مراهن عليه. انا خسرت مراهن عليه. مراهن على مود. شلون؟ اختف عنها والله لا افوز خصيصا بدر والله اكسر عيني. اوه اوكي هو صح عاد. اوكي كل مقطع راح ينزل لكم الاشخاص اللي فيه جدد. الفائز من بين كل جروب راح يتاهل للدور اللي بعده. الدور النهائي راح تكون فيه جائزة وبتكون أعلى جائزة ممكن أحطها في القناة. الشخص اللي راح يفوز راح ياخذها. فأنت تبي تطلع من بدري تبي تشد ترى معروف إنك صمنا ترى 24 ساعة فورا اليوم. بسم الله. العموم نحط يدي على الطاولة. يد مود صغير صغيرة. إي ما تبين إذا شالها أصلا. ممتاز. وبتبدأ نعلم والله. نبدأ يا جماعة الخير. أحمد خصمي حكي. ممنوع حكي. مود مراهن عليك ولا في شيء. ما عليك والله ما عليك. ايه في قانون ابو جهاز. اي واحد يدف الثاني يخرب عليه راح يطلع على طول. سلام يا جماعه ما راح اجاوب. كنت قانون يا احمد. ما راح اجاوب السلسله هذه. بقول لكم شيء بسيط في البدايه. والله يجيني شيء بطلع كل الورق حيوانات على الطاوله بشوف. شيء بسيط في البدايه ترى انا عني اقدر اسوي كذا صح؟ كيف؟ اقلب. طيب يا جماعه الخير نبدا بالحيوان الاول. عزوز تعال. الحيوان الاول. الحيوان الاول. عزوز انت الحيوان الاول. بوبو. الله اوبا. صبر صبر صبر. هذا الحين سهل. نعم بدينا سهل. صبر اسمع خلاص في روح هناك. هذا سام. كل هذا مو سام. الا سام والله. انه سام. سام يا عيال ما في اي حاجه في المقطع سام. الا احمد انا عارف هذا شكله مو يتغير لونه. يتغير لونه والملبسه. طيب فوق هذا ما يحتاج انك تصارخ. والله ما يحتاج انك تصارخ عادي. قوم انا بس تكفى. راح نبدا نقرر من كل واحد فيكم. لا 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 مودي مراهن عليك. مراهن عليك يا مودي. عزوز عيونه 360 درجه كانها كاميرا. عزوز يمسح قرب. ايه ولد الدوسري يا مرحبا والله وسهلا. هلا والله. والله ماشي ورب الكعبه. والله يا ابو نور والله ماشي. اصمد والله بيحط قسم بالله انه بيحط مرته. يا الله حوالي اضرب الله سلامه. تسلم لي طفل طول اللي بعدي. لا اذا طفش كيف؟ وش فيه طفش حبيبي؟ يمكن اي وقت. مرحبا هلا وسهلا. شوف ابوي ابوي طول طول. هي بسوي لي كذا. شوف شوف والله اني بقول لك خليك يسقع عيني. اذا الحزه والله يا جي جي بيطير ابو نعفو. لا والله شو تسوي؟ والله شلون تحط على كتفي شلون؟ يا لا يا حبيبي شلون؟ نسلك شلون هي؟ نسلك والله خير. يحسن بك مع الطبله. فقع فقع فقع. اي مشردان اي مشردان.
تخيل لونه صراحه ما راح احضر اي صرخوا طب ايش فيك ايش فيك لوني هذا صادق علي طول يعني الحين حاطه على كتفي تحط على يدي خلينا نشوف وش فيه ده ولع خلص باقي والله جيب شوي جديده وبكل جولات في حال ان يدك ارتفعت كذا بسيطه يعني عادي بسيطه عادي إيه؟ بس اذا شلت يدك بيطلع ايوه هذه ممنوعه هذه هذه بطل هذا اصبعك ينشال لا احمد ما تتحرك كذا يعني كذا بس اي كذا بس يعني حركه بسيطه انك ترفع يدك عادي حركه دم بس عادي نفس ولا عادي تسوي الحيوان الثاني وش ذا؟ هذا يا وش ذا؟ لا حد يتحرك يما انا 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 ليش انا ابن الذين لا 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 تشوف يمكن تشوف يمكن ريحتي مو حلوه يمكن خايسه ليش لا لا احمد ايش يدور خويه يدور خويه خويه تحت خويه تحت خويه تحت ايش اسمه ايش اسمه ايش اسمه تيمون 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 وين بوم بوم واحد تحت واحد فوقي ما تبكي انت والله رب الكعبة تقعد تجيني شلون يا زغل والله مشكلتك زغلني زغل علي زغل علي زغل عليك والله ما تشيل يدك شمية خايسة رب الكعبة زغل علي شمية يا كلية لا 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 حتى الحوار صار زغل عليك الجولة الثالثة الآن وحخلي الجميع يغطي عينه بسم الله لا رحمن الرحيم توكلت على الله وش هذا؟ وش ذا؟ ما في أكل أحمد صار ما لك شيء حنا لازم نشوفه بس وخاف يعني تورينا صح؟ شو الصوت اسمه 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 ما تفكر ان نغط ملعقه نمر جبنه كرافت لا حد يتحرك لا توكلت على الله يا رب بسم الله يلا ليش ليش مش هاي لا حد حط على اصبعي على اصبعي عيال طب نشوف ربي كابن على اصبعي العنوان استغفر الله ربي كابن على اصبعي خلاه خلاه شيله طب شيله شيله ماني اكل ماني اكل ماني اكل ماني اكل لا تخافوا يا اخر واحد تكفون والله ما مو ايش ذا صابعي ما عليك طيب احمد انت قلت ان المقطع هذا ما فيه اشياء سامه صح في اشياء سامه في اشياء تعف لا قل لا تشي يدك لا حد يحرك يدك مش عارف شيء مش عارف ايش اسمه ايش اسمه ايش
الصوت يا عيال الصوت والله اني اشمه واحسه احسه اسمع صوت صوت يا ويل يا ويل يوضعني يا مشعل يوضعني يخلون علي يوضعني يخلوني وانا ابي اضل فاني خذني يا رب الكرم عفوا طيب حاضر ها انا يا كد وش هذا وش اسكت ليش جاشي والله اللي ما سمعت اني اسكت اسكت يا عضي جرحني والله يا بدر قص لمستني على بوك وفك عيد حاول تملي يبغاك يا روح ليش انا لا تحكوني انت بوش ممنوع احس في شنب اللي كان بيدك مربى والجولة الثالثة مزحنا فيها والرابعة مزحنا فيها فيعني شيل مربى طيب لا كبير راح مسح ايديك مع عيال الان عشان ما تصعب بس مسح الان شفتوا المقطع كذا حلو ايه حيوانات بسيطة كل مرة يمكن يزيد الليفل شوي كذا ترى يعني ممكن حلو اعطيكم الان فرصة للانسحاب للشخص اللي يبغى ينسحب ابعطي خيار وهو بكيفه في النهاية تمام فلوس لا طبعا افتح هذا خل اشوف تمام تطلع لك اما بيطلع شيء كينجز لا اما يطلع شيء كينجز طيب حيوان الاخير هنا هنا فيه شنطه حلو بكل اختصار ايوه اللي يبغاها ياخذها اللي يبغاها ياخذها انا احس ان فيها والله احس فيها لنا شوف 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 اللي يبغاها ياخذها في شيء اهم شيء؟ ما ادري اللي يبغاها ياخذها يعني لو اني ايش يسمونه؟ ايه عادي روح تحضر كويس؟ خذها طيب اسمعها وش ممكن يكون فيه؟ انت اخذها صح؟ جرب طيب الاخذ وش معناته؟ انك تاخذ الشنطه لك يعني طيب لو سويت زي كذا بطيح اياديك بطيح فهمتها بس لو سويت يعني سحبتها ووديتها عندي طيب سؤال الحين لو شلت يدي طيب واخذتها خلاص تصير لك تبي تصير لك بس طلع برا نروح صدقني مغري ها ابو نوح شنطه على الطاوله اللي يبغاها ياخذها يمكن تكمل يمكن رب الكعبه ابو نوح طيب اسمع ابو نوح تخيل تفتحها يطلع شيء منها تخيل طيب فوجك تخيل خذها يا رجال ابو نوح خذها يدك اليمين يدك قاعد تميل يا يسار قاعد تركض احتاج كاميرا هنا ها ضاب ما طلع والله نسبة 95% موجودة شوف عاد هيكله
ما حد يبغاها؟ لا طب عطنا منكم مميزات الشنطه مميزه. لا خلاص في حد يبغاها خلاص في شيء. بس ثقلها هذه شفت ثقلها؟ لا حتى ثقلها كيف؟ بس ما بشوف ايش جواها. ما اقدر اوريك ايش جواها. ليش ايش؟ ما ادري ما احس انه ما ينفع. لا بعد ايش؟ صدقني صعب. يا رب اني ما اندم يا رب اني ما اندم يا رب اني ما اندم. احس في ندم احس في ندم. صدقني 90 يا رب يا رب اني ما اندم يا رب يا رب. وش عليك؟ لا 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 خلصي والله بيجي فلوس ربي بيجي فلوس. مسموح مسموح ناخذها مسموح مسموح جماعة اللي بعدها الان بسم الله. احمد احمد انت كبزح. انا شفتها شفتي يوه ايه اقول عادي قال وش قسما بالله عندي زرقات كثير زرقات احساس والله قبل شوي والله كثير زرقات. بس انا الحين قاعد افكر شيء ثاني. انا اقول وزنها ثقيل من الفلوس ولا وزن الخزنه نفسها؟ ما فاضي 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 ما كان في شيء. بتشوفون المقطع بالطالع انا شايفها زرقات كلها همتك ابو فهد. الحيوان اللي بعده بسم الله حطه بالنص. لا لا وش ذا يا عيال يدك يدك ما اعرف رقوا يديهم يا حكام. لا تكفى قدموا في نص زياده قوم طلع. طب انت مسك يدك اختبر اقول لك رجع بينقز فوق. لا لا اجلس تكفى 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 تكفى. الله لا يا عيال اشهد ان لا اله الا الله. لا لا احمد 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 يا رب هذا ياكلنا. هذا انا دي جنبي كل حيوان على الطاوله اليف اليف شنو انسانه نظري والله شنو والله اليف انا بني انا عادي حيه بس هذا لا والله نظري انا اشوف مقاطع واجد عنه. احمد 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 شيل يدك تبي تطلع اطلع احمد يا هذا بيبتسم احمد والله قلبك احمد احمد تدري تدري اسمه بالانجليزي وشو اسمه مني دراجون مني ما اسمه يطير. احمد هذا ياكل انسان شنو انسانه. طب انت اسمعي ركز معي والله زين الحيه والله والله اني سمعت عن حيوان والله لو ديله زي كذا يقدر يذبح حصان. طب لو حصان ديله لو يركضني ابى اطلع والله يعني انا ما ادري ايش الحيه الحيه تحرك بس احمد احنا موجودين اذا كلمت راح يجيك. احنا موجودين لا شفت هرب لا شفت هرب لا ابغى كل شيء ترى الكل هلا بالشيخ والله انت مثلك. لا 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 يا ابو شاهد يا عزوز ابو شاهد رجع هي دفعل عادي 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 اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يبغى اي ولد يا ضربني ما يلحق شو اسمه والله شكله احمر يتسلى شكله احمر يتسلى شو اسمه هذا اليف اسمه التيغو الارجنتيني. هذا لا تخاف عشان مس عشان مسك طيب عشان مسك قرب لنا لا 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 مو عندي مو عندي مو عندي سبي سبي بالله اسالك بالله يا ولد كبير هذا يا احمد عرقت قسم بالله والله عرقت يا ولد لا لا ينظرني يا ولد ذاك ذاك هذا حرفيا يسوي بومباستك سايد اي هذا صدق. انا بس بقول انا بقول لك شيء لا تجي من وراي ولا تجي من وراي سامع عطوه مني طقوا يديهم يعني طقوا يديهم غير ما بقى من مكان طبعا شوف شوف كيف يطالع يقول بومباست اسمع انا اقسم بالله انا الحين بعطيني اياها غير غير صار ابو شايب من قاعد فوق الطاوله ويطالع فيني والله هو عنده عينين عين عليك وعين علي رب الكعبه من قاعد والله مو انت يا الله النبي ابو نوح داوزة ابو داوزة ارحل ارحل دخلت تسحبه يا خله احنا ارتاحوا ما احس انت خايف من عزوز صح؟ ايش؟ من مرجلي ابو شردان من مرجلي ابو شردان انا خايف ورب الكعبه انا خايف ابو شردان ورب الكعبه شردان صدق اصمل ابو شردان اصمل اليف اصمل ابو شردان اصمل ابو شردان اصمل اروح بلا يده ثقل ثقل وزن وزن كامل والله ثبت انت ما عليك ولا حسها حسب وفر كابتن بدر يدك يا بدر يدك يا بدر اصمل اصمل شد شد ترى يألم شد صدق ايه ترى شد والله يألم حاول ساعد قولي اوه شد ما كان خطة يدك يا بيتر اسوس جهد ثاني جهد ثاني ايه لو يحب الصغار ايه يموت عليهم جاوب لا 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 عزوز عزوز والله والله انها اكبر منك ادني بيدني بيدني يفل بيدني سحب يا عيال وقف بعد كرسي في الفول بيت سحب يا عيال في الفول بيت سحب ارجعت تسوي في الفول ارجعت تسوي يا في الفول يا في الفول لا
والله اني اشوفك تحت لا يبيك معي العنسان اطلع اذا ما عندك اطلع يا اثير اطلع لا جعلي والله والله جعلي والله ايه طب حظي زي الكلب لا ابوي طلع حركه جيب احمد جيب احمد لا يدف يدك مودي ولا يحركها يا ولد والله انه وزن افجر مودي والله ليه ظني طرف عين ليه؟ يقول لك بومباس يا ساتر وش ذا يا احمد؟ طب تدرون شو اللي خوش شو اللي ضحك في الموضوع؟ ان احمد خايف هي خايف تستهبل انا خايف لا تكفى تكفى على بدر تكفى يا رب هذه جوله حاسمه ابغى واحد ابغى رجال فيها بس يكون عندكم اخر اختبار في الجوله هذه اذا نجحتوا فيه بعدها راح اشيل الحيوان هذا بيروح حيوان بعد اخير تمام أخير؟ لا مو أخير يعني في طبعا أشياء أنا حط لكم أي تنين في تنين عشان أضمن إن ما حد يفوز. فأنتوا والله ما ياخذ الجائزة إلا واحد يستاهل أبغى واحد رجال أنا. إذا تبي تطلع عادي ترى مو معناته إنك ما أنت رجال. أنا عادي أبي أقعد بس أبي أقرب أصابعي. أحمد لا تطلع على الأبيض. أحمد فكر الحين إذا هذه الجولة الأولى كيف النهاية؟ وش بتجيب؟ تبي صور؟ ما تكفى. عشان كذا عزيزي المشاهد أبغى الاشتراك مش قاعد طالع لي صدقني المتعة بتفوت. الاشتراك يمكن يمكن يا عيال هو قاعد يلحسني انا كتمت انفاسي وانا اكتم انفاسي بغير جبكي لا لا زعل جبكي يا اخي احمد والله والله ما يجوز والله لا ما يجوز يا اخي ما لا يجوز اني مسلم شوف وجهه هم ما عنده مشكله يتبع لف علي شوف طالعين كذا الجوله الاخيره ابدا من عندك ابدا من عندك هو يحب المربى من عندك يا اخي والله ما تغفر فيه ليش؟ ليش يا اخي انت من هناك ما اشوف صنتك الى اي مستوى منك هو بعد هنا يا اخي استغرب يا خالد يا اخي عزوز اغلب ما يحب المربى ما يحب عندك مراقبه ابعد عزوم الكام شم لا حط عليه يا شباب بساره اسمع الريح يسارك ليش تضرب ودي تقدر تنسحب يا بدر تقدر تنسحب يا بنو اصمل يا بنو اصمل اصمل فكرت انك تاكل دق 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 معي دق شيل جالس ساكن جالس ساكن يا ترى الصوت هو اللي يخوف خليك هادي شفت يوه ايه عطاك اللحسه ايه عجيب 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 يذوق شو كان؟ انت سناب هوب لا ما تفارق بسنانه هو بيبلع روح حضنك انا حضني ذوق انسى بدو انسى خلى عليه خلى عليه لما ياكلك انسى بدو ما تبي تقول يا ولد يا نوح ودفع بدر نوح دفع دفع بدر نوح دفع انا اللي دفعت هو اللي دفع اسحبها تبي ضار يا جماعه ضار نوح ها حبا ضار والله ما قلت شيء غير الفار اي ضار انت حركت صفقوا له يا جماعه صفقوا له لا 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 عيب عليك عيب 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 يا وصخ ايوه ياكل كلها اكله كلها لا يبص يبص طب انا ما يبين الحمد لله الحمد لله مو غصب ترى يبين والله كان شيء يدك كل ابليس مقطع ابليس اوه يحس والله يحس حسيت حسيت طعم الرابر مش طعم ليش؟ طعمي ليش تخليها اوكي خلا شبعان مكينة حط على فيرفول آخر شيء اوه فيرفول اصمل ولا انسحب اوه والله تحس اصمل ولا انسحب بالعافية ساتر يا فيرفول بالعافية كل مرة يصدمني يا عيال عادي خفت الأولى ولا خايف الثانية بس لا تطلع لسانك هاي بالعافية ما شفت لسان من على الجنب كذا اللي سوى بالجنب ايوه يذوق يدك فيرفول يدك والله عجبه عجبته يدك اي شفت لفة لسان شفتها ها خي توخي في فيلم وسوي كذا مو حول علي حول علي يا الله بقروب أحمد رجع بابا خروحات أوكي شو بابا خروح ربي يحط على وجهك ربي كارا عارف فيلم رجيت باقي روب باقي روب شوفوا شوفوا بنروح معرق قديش ما
ارحب. شو اسمه مسمينه شيء الارجنتيني؟ مسمينه الارجنتيني. ارحب والدة ياغو. قول هلا بليتك ياغو. هلا بليو. هلا بليو. هلا يا ولد. قاعد يقاوم الخوف. ليو ميسي. يما يا عيال شلون عندكم قدر استثمار هذا؟ وش فيك؟ انتظرنا. هلا هلا انا ما هذا هذا مجوز. خذ راحتك. هذا مره ثانيه. اوكي. انا برا. شوف انا برا وين بطلع بطلع جميعا. ها؟ الله يحفظه هاي السمورة ابو تياكو. جايكم شيء الحين جاي. وش عيب والله. اشمل كلين هاند كلين هاند. لازم الله عليك ابو نوح والله اديت بس لعل الدفه هاي طلعت ما في مشكله فرضان لك قدمي لك مشروب بسيط من هذا المليون ايش حاب تشرب؟ بالله هي سنسيت سنسيت واحد سنسيت سنسيت اللي هي ياباني اثنين سنسيت انا بعد بغوار انتم ما لكم شيء ليش انا؟ اذا عجبتوني انت اه كذا كويس تدري ايش لكم انت وياه؟ انا اقول لكم لا حول ولا قوة احمد انت وياه انا ما يدخل ايوه ابغى الكل ينزل راسه تحت مره بس بالطريقه لا ترفع راسك ابدا يا ولد الثقل ذا حجم كبير الحيوان اللي بعده مستحيل احمد هذه حلقه شياطين يا اخي المفروض اشوف وش ابغى هدوء يا ببعد لا احد يرفع راسه اشهد ان لا اله الا الله لا تحرك يا رب اشهد ان لا رب وش شرب؟ أشهد أن لا إله إلا الله. ممسة. أعوذ بالله لا إله إلا الله. ثم أعوذ بالله أن ترجف. لا إله إلا الله. يا والله يا رب. أعوذ بالله. هذا جرحني. 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 جرح طيب دم. قل والله. قل والله ندم. أصدق. ما عليك يا أخي ما مش جو. أليف يا كل شيء أليف. كل شيء أليف. كل شيء أليف. جبه هنا جبه هنا. وش راسك فيه ما اقدر ما احب ما اشوف ما احب ما اشوف ما احب ما اشوف يلا يا رب ما احب ما اشوف يلا يا رب يلا يا رب لا يا رب لا يا احمد بدر اسكت بدر لا 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 ما عطى ما يلا معطى يا اخي خلاص احمد ايش كنت علي؟ يا عيال صادقين خفيف خفيف اليف والله اليف والله اليف يموت يموت ينزل راسه دحوم اوجك تقدر تنسحب يا مودي؟ اوه لا لا احمد احمد والله مودي ما ينفع مودي ورينا اي بوريك قبل ما تحط على الطاوله قبل ما تحطه يلا يا رب النص نشوف 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 يومكم يا عيال بسم الله يلا هي قلت دمخني مودي كيف اللي جاك؟ ويلي يا ويلي يا قلبي طب علي طب علي اعزائي المشاهدين ادري في بعضهم قاعد يتعفط الان زي هذا صرصور صرصور لكن كلها منظف اي عيال شو منظف هذا لحظة هناك 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 اوه ماي جاد ولع البيسه هذا هذا اللي اوه ماي جاد طاح مرة ثانية لا 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 عيب عليك طيب هذا طاح اوه توب 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 اوه ولع البيسه ولع البيسه لا تقدر مو يدك قاعد تعملها بيمين اوه اوكي ماشي يدك قدمها يسار طاح ليه يوقف عليك ليه يوقف عليك يمين يمين واحد على يد فيفول اوه احس 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 قاعد فيرفول انا والله حقي سكن مره تقرفت تتخيل لو والله كان ريان موجود هنا او ماي جاد الجزء اللي بعده بدا 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 علي طاح ما عليه روب يا روب احمد طلبه بيدخل جوا بيدخل جوا مسكته يا اسمح لي ادخل لا خليه يدخل نفسه احمد لا ابي احمد لو فوق طاح اللي روح فوق احمد مو كذا ما لنا دخل ابى هفه ابى هفه ابى هفه
انا ما اخاف منك بس ايش ذا مشكلتك توني بتروح عزوز عزوز تسوي شيء عزوز هي ترى يمصون الدم عزوز يمصون الدم ولا فالك عزوز يمصون الدم من لهم يا ولد عزوز كيف وياك عزوز احمد صقر صقر عزوز وينه فرح عزوز ما ادري ايش عندي تعرف ما عندي تعرف احمد فوجي يا احمد عزوز فوجي 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 يا رب يقطع ابليسكم مو طبيعي انت بالله ما جيت اشعري رب تستهبل جبتي انا عرفتها يا ساتر يا صار ما خلاص هذا انا احمد والله حقين هم علي والله لازم اعطيكم مشروبات تشرب اي سي اي سي واحد هنا تشرب سانست سانست واحد اي سي واحد سانست بس اسمه لوش اوش نوش من حقي ذا برا حقي في دقيقه يا زين حيوان عندك بحقي عشان يشرب منه يمكن اكون انا عليك خلاص انت عندك فوبيا من هذا سويت كل السيناريو هذا انت عندك فوبيا من ذا اوكي حمد راي كان ريال سمعت وش قال سمعت وش قال صح انا ما اعرف احمد القحبه انا ما اعرف العموم يطعن بسم الله الرحمن الرحيم ايوه وش اللي ايوه وش سبحان الله ولا بدون بسم الله العموم صوت هادي جدا طيب ابي اشوف لان خوينا نايم نايم ابي اشوف قام ابي اشوف لازم نشوف احمد طيب اخليكم تشوف اسكت انت لا ادف والله اسكت نفتح اول شيء واحد واحد تمام انا لو بسم الله تعال اول واحد انت لا 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 ما اوكي لا حد يتحرك الباقيين لا لا حد يتحرك لا حد يتحرك يلا مودي يدك تتحرك ها يلا فكني لا ما تحط علي لا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد بشوف أحمد لا شو يعني أحطه عنده أحمد فيرو طلع أحمد فيرو طلع يثيرو طلع بسم الله طب اصبر لا أحمد بسم الله فعلتها في مكتب على يده بحيو عضة انا ليه واحد انتو انا فوبي ثابي انا فوبي ثابي علي رب بابس اصبر لا اله الا الله كيف طالع يا رب طبيعي يا اوف لا اله الا الله او ماي جاد يا عيال اطلع الله احنا ناظم تبي تطلع يا رب تقدر تطلع اوه شت او ماي جاد ادخل بيخم نفسه قسم بنا بيخم نفسه ما كان قلت لك والله لا أولي والدي والديك خب الله أنا قاعد أتكلم قاعد لحس له رب الله بيخم بيخم والله بيخم عندنا كده طبعا يدخل شيء اني اكل عرفت بسم الله على الرحمن بسم الله على الرحمن ما شاء الله تبارك الله وعلى لا لا والله عيب والله عيب والله انا طمني طرف عين ما اقول على البليز لحشني أحمد أنت قاعد تغصب علي كده بطقي صدق أوه فرع على أحمد ملك هي حس 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 أنا قاعد أتعفط وأنا وامين ما أقدر قصد أنت الرامب لا ما أنت الرامب باقي الرامب هذا مراحل طيب
ما حب الموضوع. لا ما حب. خلص بسرعة. ترى خاف. خلي. ومجنيب هذه. طيب الآن بيكون في اختبار بينكم اثنين. بحط أصبع راح تختارونه بحط يد. عشان أبدأ في مين أول. روبي مين ولا يسار؟ يسار. أنت مين؟ يا عزوز. على رقبته. لا أحمد. لا 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 ترى أليف ما اقدر اكمل الان واجيب اشياء زياده عندي اشياء بس ما اقدر اكمل فلذلك مودي متاهل روب متاهل ايوه اقسم بالله رجال رب الكعبه رجال والله يا مودي صدمني مو طبيعي كيف صدمت انت شلون والله يا عيال انكم صدمتوني مودي اللي سواه مو طبيعي كلمته قبل المقطع قلت له تبي تلقى احمد ابغى اشارك ابغى ادخل واثبت نفسه قسم بالله صدق والله ما قصرت المرات الجايه بنحط اشياء ما راح فيها غير هذا لا لا فيه والله انه باقي اشياء قسم بالله بس لازم اوقف انا عذرونا وهذول الاثنين لاول مره يتاهلون معانا الحلقه الجايه برضو بيكونون في ناس متاهلين معانا لكن قناه مودي وقناه روب وبدر وفيرفل تحت بالوصف ايش تقول لهم؟ ما ابغى شيء على المليون واللايك ما ابغى يعني مليون. هو 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 هو